السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يسعد صباحك، يسعد صباحك من خالي. الله يصبحك بالرضا والنعيم يا عمتي، حياك الله. هذه البوابة أسمينا باسم الولد عمضان، عمضان الميدان، أمس قدم سيكل. نعم نعم نعم. في سبيلها للمزاد من أجل فك الحصار على أخوانا في البادية، ماذا تقول؟ نعم نعم والله فعلا يعني الرجل هذا يحتاج يعني أن يتزوج في أكثر من كذا، لأنه على الحقيقة إلى 500,000. نتمنى نرجو من المزيد، نرجو الإخوة أن يتفاعلوا مع هذا المزاد وأن يرفعوا السقف يعني إلى 2 مليون أو أكثر. أقل شيء. جزاك الله خير كريم وحفظك الله ورعاك. الحقيقة إنه يجب يعني إنه من أوجب الواجبات أن إخواننا التجار ورجال الأعمال أن يتفاعلوا مع هذا المشروع العظيم، لأن فيه فتح حصار على إخواننا. لأن فيه فتح حصار عن إخواننا في البلاد، وهذا مهم جدا جدا، وقد بدأوا العمل، يجب أن يكمل صحيح، بارك الله فيك، شكرا، حفظك الله ولك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله قرى كثيرة حاصرة.